السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. كنت اتكلمت مع حضراتكم عن عرض نادي أبها السعودي للنادي الأهلي لضم اللاعب لويس ميكيسوني، وقلت لحضراتكم إن أبها باب القيد هيغلق فيها يعني أمس الساعة 12 مساء، يعني من قفل القيد منذ ساعات قليلة يعني، وإن لم يستطيع إنه يوصل اتفاق مع النادي الأهلي فبالتالي ميكيسوني مكمل معنا. بالفعل المفاوضات ما بين النادي الأهلي وأبها توقفت، وحتى الآن اللاعب لويس ميكيسوني لا يزال لاعب في النادي الأهلي. طبعا كان عنده عروض من نادي الهلال والمريخ، ولكن العروض لم ترقى أو لم تلقى قبول النادي الأهلي، وتم غلق القيد من يوم 15 أعتقد 15/8 في السودان. فبالتالي اللاعب، قصة السودان اتقفلت وقصة السعودية اتقفلت. هكون في مفاوضات خلال الفترة المقبلة من هنا لحد بداية الدوري، وإذا لم يتم خروج اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع خلال هذه الفترة سيتم وضع اللاعب على قائمة الانتظار. وللأسف قصة قائمة الانتظار عمل اتحاد الكرة دي مشكلة يعني للأندية، هتحط اللاعب على قائمة الانتظار، اللاعب هيروح يشتكي في محكمة رياضية، ده هياخد حقه تالت ومتلت عقده بالكامل يعني. لكن هنلاقي حل بإذن الله لقصة لويس ميكيسوني، وهنشوف برضو عرض لوهافر الفرنسي لضم اللاعب بيرسيتا، ونتمنى إنه يلاقي القبول ويرفع العرض المالي بعض الشيء يعني. أرتيتا بعد إصابة محمد النني في أوتار الركبة اتكلم عن إصابة محمد النني وقال الأخبار ليست جيدة وربما يطول الأمر. ميكال المدير الفني المنتخب الاولمبي بيعلن عن قائمه المنتخب الاولمبي، حراس المرمى حمزه علاء، حارس النادي الاهلي وعلي الجبري ويوسف نادر وعلي نادر، والمدافعين عبد الله عادل وياسين سيد مرع اللي انتقل بيع خلاص، ونادي فاركو فعل عقد اللاعب مع نادي الزمالك ب 3 مليون جنيه، اسامه الجزار ومحمد سمير وخالد عوض وكريم محمد وعبد الرحمن رجلان وهشام شعبان واياد العسقلاني ومحمد اشرف باك ليفت لاعب النادي الاهلي، لاعبو خط الوسط احمد نادر حواش وليد فرج مصطفى ميسي محمود صابر عماد ميهوب زياد فرج محمد شحاته عبد الغني محمد علي زعزع مودي ناصر عمرو فايد في الهجوم احمد سيد غريب وحسام فيصل واحمد عبد الرحيم ايشو وعبد الرحمن عاطف اجوير. ده القائمه اللي اعلنها مدير الفن المنتخب الاولمبي ميكالي. مدحت شلبي وهاني حتحوت، لكن خلينا في مدحت شلبي، كلهم بيتكلموا على النادي الاهلي والنادي الاهلي تجربه ريكاردو سواريش تجربه فاشله والنادي الاهلي ومين يتحمل والفلوس وخد له 600 مش عارف ايه، واللي قال لك خد له العقد بتاعه ناقص 100,000 بس في الشرط الجزائي كان 300، النادي الاهلي خلاهم 200، وهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي. انا عايز افهم الاعلام انتوا ايه يعني؟ النادي الاهلي جاب ريكاردو سواريش، مجلس اداره النادي الاهلي اتهاجم. مدحت شلبي اللي بيقول لك يعني دائما وابدا اي حاجه تخص الزمالك نايم اربع ما بيتكلمش، خايف من مرتضى منصور زي كل الاعلاميين، اي حاجه تخص النادي الاهلي الفتوانه تظهر. مدحت شلبي اتكلم قال لك ايه اللعيب سواريش تجربه فاشله والفلوس وجه في شهرين خد له مبلغ ومش عارف ايه. طب يا كابتن مدحت يا شلبي تقدر تقول لي الاخ جيروس خد ايه؟ طب الاخ ميتشو لما مشي اتصرف له شرط جزائي ولا ما اتصرفش؟ طب قول لي النقاز خد فلوس من الزمالك ولا ما خدش؟ طب قول لي خالد بوطيب المحكمه حكمت له ولا لسه في استئناف لنادي الزمالك؟ طب اتشن بونج اللي المحكمه غرمتكم وحاولتوا تتوصلوا، ونادر اسمه نادر السيد قال لك عشان ابنه عمل له عقد فعهد اللجنه بتاعت المستشار عماد عبد العزيز قال لك 250، واللاعب قال لك ده تدوير ومش وكيلي. ها محمد ابراهيم المليون بتاع مرتميو لسه مدفوعين دلوقتي والوزير دفع فيه. ايه رايك يا مدحت؟ سمعنا حاجه في الكلام ده؟ ها لكن انت جاي بتتكلم لي في 500,000 دولار في خطا وارد جدا. الزمالك كم انياسو ها ماشي ولا ايه ظروفه؟ وكل المدربين الزملكاويه اللي جم في الفتره الاخيره يعني قول لي سعادتك يعني الدنيا ظروفها ايه معاك يعني؟ هنا ما حدش بيتكلم، لكن جاي وضع طبيعي جدا. جبت
ده لدرجه ان البعض بيقول لك النادي الاهلي في الفتره الاخيره زي هاني حتحوت بيقول لك النادي الاهلي في الفتره الاخيره عنده مشاكل مع المدربين، ها من بعد المدير الفني مش عارف مين اللي كان ماسك النادي، قال لك ما عنده مشكله في فايلر، يعني موسيماني عندنا مشكله فيه، طب فايلر عندنا مش جاب لنا دوري ومشي لظروف ما، طب اعمل ايه؟ اكتفه قعد غصب، الاخ موسيماني جاب لنا لعب مع النادي الاهلي وشارك وجاب بطولات في النادي الاهلي، برضه تجارب مش ناجحه مع النادي الاهلي في السنوات الاخيره، في هاني هتقول لك في السنوات الاخيره تجارب النادي الاهلي، وبيتكلم هاني هتقول بيقول لك معيار الوضع بعد اكتمال الصوره، الاخ هاني بيقول له الوضع يعني ان اختيار ريكاردو سواريش لم تكن له معايير او معايير بتاعته مش هي المعايير الامثل، لان يتولى هذا الرجل المسؤوليه بدليل ما هو الاسوأ من اين قمه العبث من هذا الاعلامي اللي بيسمي نفسه اعلامي، ان انت تقيم شخص ما حدش يقدر يقيمه في الظروف هذا، ربما لو في الظروف احسن كان حقق نتائج، بكل تاكيد حقق نتائج احسن، لو لعيبه النادي الاهلي فايقه وفريشه في اول الموسم بكل تاكيد يا هاني كان حقق نتائج احسن يعني، لكن المفروض انت النهارده هو بيقول لك المعايير بتاعته ما كانتش الامثل، كانه بيحمل الناس الاختلاء، الوضع مقرف في من اتحاد الكوره بالنسبه لضغط مباريات النادي الاهلي، ده سبب من اسباب ان هذا المدرب يظهر بهذه الصوره والنادي الاهلي يؤدي هذا الاداء، الاصابات المتكرره بسبب هذه الامور، الاجهاد بتاع او لعب او مش عاوز اقول اجهاد بدني، حتى النفسيه بتاعت اللعيبه المفروض تبعد عن الكوره 3 سنين مشاركين، قرار بتاع مجلس اداره عشان راحه اللعيبه والتحكيم، القرارات التحكيميه اللي يأست النادي الاهلي خلاص ما عادش فيها كده كده التحكيم خربها وهيوجه الدوري، كل هذه هنا حدود معايير ادت الى هذه النتيجه، ثم انا بقول لك واي واحد عنده ذره عقل يعرف ان الراجل ده اتظلم، معنى انه مش معنى انه اتظلم انه يكمل معانا في النادي الاهلي، مش معنى انه ظلم، لا النادي الاهلي قبل اي حد، قبل اي حاجه النادي الاهلي، فمشي عشان ما تتحملنيش مجلس الاداره والفلوس والنادي الاهلي لم يوفق في اختياراته في السنوات الماضيه، مش بس في الشهر بتاع، لا هل اختيار النادي الاهلي لبيتسو موسيماني كان غير موفق يا حتحوت؟ هل اختيار النادي الاهلي فرق كان غير موفق؟ مشي لظروف ما، وارد جدا وارد جدا، وبعدين الفلوس وكلام هي اعملها برضه للكلام اللي انا قلته متى ما بقوله لك، انت فين من نادي الزمالك؟ انت فين من نادي الزمالك؟ طب حد يتكلم عن لعيبه نادي الزمالك اللي جوه ومشي الزمالك ما استفادش منهم، عندهم انت واحد زي اللاعب بتاع الوداد المغربي اللي مشي، واحد زي حميد احداد، وواحد زي مثلا خالد بوطيب اللي خد فلوس كمان، واحد زي ساسي اللي عادوا وما استفادوش منه، عادوا انت ما كانوش جروس تاني، الناس اللي شيكابالا، قضيه شيكابالا، قضيه محمد ابراهيم، اللعيبه اللي رفع قضيه على الاتش، اللعيبه دي كلها هاني هتقول هل دي ايه؟ الزمالك واختيارات المدربين قبل كده، هل الزمالك واختياره لباتريس كارتيرون اللي جه ومشي وجه ومشي، نادي الزمالك باتشيكو اللي جه ومشي وهرب ورجعوه من الهروب، نيبوشا، ها انياس، وكل ده تمام التمام، انت لما انت بتقول معايير غير ناجحه بناء على ايه؟ ها بناء المفروض تقارني باللي حواليا، هل المعايير بتاعتي اقل من المعايير بتاعت الانديه اللي حواليا؟ هل انا فاشل بالنسبه للي حواليا؟ لكن لما تكون حكمك على مدى يقول لك الوضع بعد اكمال الصوره اختيار ريكاردو سواري لم يكن معاييره مش قال لها يا سيدي، ما تحطش الزمالك او ظروف فيريرا بظروف سوارش. اول هام تاني قصه التحكيم، الاحتواء، روح بروتوكول الفار، ضغط المباريات، ده الراجل بيلعب كل 5 ايام فيريرا وبيقول لك ده هيبوظ الدوري وما ينفعش واللعيبه والاجهاد، وده مش اي مكان في العالم، وده بنلعب كل 3 ايام، شوف عدد مباريات الاهلي لعبها هاني عطوت، عدد مباريات الزمالك وشكوى البروف اللي انت بتقول بروف فيريرا، وشوف النادي الاهلي. لازم يكون المعيار عادل، يعني بعض الاسماء مرشحه لسه حتى الان النادي الاهلي بيدرس اكتر من سي بي، فايلر خلاص قصته رفض العوده، على الرغم ان كان في كلام منسوب لي قال انه ما عندوش مانع للعوده لكن مع بدايه الموسم، لكن هو فيما بعد مقربين منه قالوا ان هذا الكلام لم يحدث، هو لم يقل هذا الكلام. كيروش ايضا رافض يدرب في مصر بعد ازمته مع الاتحاد المصري لكره القدم، رغم ان فنجادا قال له الاهلي غير والتعامل مع الاهلي غير، لكن الراجل قال لك لا، وكمان في كلام بخصوص ايران وانه ممكن يتولى تدريب المنتخب الايراني في كاس العالم. في من الاسماء المرشحه مدرب الماني ماركوس ومدرب الارجنتيني ريكاردو جاريكا، دي من الاسماء المرشحه، لكن تاني وتالت وعاشر ممكن النادي الاهلي يفاجئنا باسماء مختلفه تماما. يعني ابراهيم سعيد بيرد على ميدو، ميدو اللي كان بيقول لازم الاستشاري مرتضى منصور يتمسك
ونادي الزمالك ما يقلش في الرعايه عن النادي الاهلي، وربما اكثر، ده بسبب 2 دوري خدوهم وبقالهم في 6 سنين ما خدوش دوري. النادي الاهلي واخد كل. ابراهيم سعيد بيقول لك ايه؟ الاهلي هو نادي القرن، الاهلي هو الاكثر تتويجا بالبطولات المحليه والافريقيه، الاهلي هو الاكثر شعبيه في مصر والوطن العربي، الاهلي هو النادي الوحيد اللي شارك في بطوله العالم للانديه من مصر. كل ده ومش تسويقيا اعلى واغلى، غريبه. الناس بتتكلم اي كلام. بعد رحيل سوارش ابراهيم سعيد بيقول ارجو من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اختيار مدير فني ذو اسم كبير، الاهلي يستحق الافضل. طبعا يا ابراهيم، الاهلي كابتن محمود الخطيب مش محتاج توصيه ولا حد هيوصيه على النادي الاهلي. ميدو زي ما طلع مع حتحوت وضرب اي كلام وقال ان الاهلي اكتر فريق بيتجامل، وكفايه جون حسن شحاته نفس الكلام اللي بيقوله، وكلنا اتكلمنا وردينا، مش احنا اللي ردينا، جبنا كلام الكابتن فاروق جعفر وقالك من 80 ل 84 خش ضربه جزاء صح في كل الضربات الجزاء اللي خدناها من الزمالك اوانطه، كنا بنقعد مع الحكام يقول لنا عايز ضربه جزاء ولا طرد، اسامه نبيه وشوت يا ابراهيم وطلع تفويت، وكل الحاجات دي كلها بتثبت منهم، ما بتجيبش شهاده لاعب منافس او لاعب كان لعب في فرقه ثانيه ولا الكلام، لا منهم فيهم بيتكلموا على التفويت والمجاملات التحكيميه. وميدو نفسه قال لك بلاش قص، لكن طالع، وعمرو الدرديري قال لك احنا الزمالك بياخد اكتر من حقه لكن بندعي المظلوميه، منهم فيهم بنطلع بنقول هم على لسانهم، لكن ميدو طالع بيقول لك الاهلي بيتجامل، مش كفايه جون حسن شحاته، اجيب لك مئات الامثله على مجامله نادي الزمالك يا ميدو. ميدو طلع بقى وبعد ما اتكلم في المجامله التحكيميه للاهلي اتكلم في قصه الرعايه ازاي، ومن الظلم والزمالك لازم ياخد رعايه والكلام ده كله، بيقول مرتضى منصور لازم ياخد اكتر من النادي الاهلي او زي النادي الاهلي على الاقل في الرعايه. انتقل بقى على جزء تاني من الاعلام وهو المعلقين، بيقول لك اقسم بالله في معلق اهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي. يا جماعه احمد بلال علام عارفينه، حاتم بطيشه، كل هؤلاء اللي هو كمان بيصور لك الاعلام، المعلق لازم يكون محايد، بيقول لك عشان ولما ضرب بمثل واحد اهلاوي واحد زملكاوي، واحد بيقول للناس ان هو زملكاوي لكن هو اهلاوي حتى النخاع، وبيعلق على مباراة النادي الاهلي حاتم بطيشه واحمد بلال علام. ده الناس دي المنظومه كلها الاعلاميه، هاني حتحوت، ابراهيم فايق، مهيب عبد الهادي، اسلام صادق، كل الناس اللي طبعا ميدو اللي بيقدم البرنامج، كريم حسن شحاته، المنظومه كلها اعلاميه زملكاويه. كمان عايزين يخلوا المعلق يعني تعبانين من الكاشف، من ايمن الكاشف، تعبانين من محمد الكواليني، ده كله علشان محمد مرتضى منصور شتم محمد الكواليني، فميدو طالع برضه في نفس الموجه بيتكلم معلقين يقول لك الاهلي عشان نادي القرن والاهلي والاهلي البابا كل ده كلام بيضايقهم، فعاوزين يمحوا حاجه اسمها اعلام اهلاوي او معلقين اهلاوي. بقول لك يا سيدي من ضمن شكاوى الاهلاويه ان احمد الطيب يا ميدو بيعلق على مباريات النادي الاهلي الافريقيه، من ضمن شكاوى النادي الاهلي ان حاتم بطيشه واحمد بلال علام بيعلقوا على ماتشات النادي الاهلي المحليه على اون تايم. تقول لي معلقين سيبونا بقى، ايضا عاش في الدور احمد ديودار اللي عامل لي زي ابراهيم فايق ولابس لي نظاره، مش عارف مين احمد ديودار ده يعني، مع احترامنا لشخصه لكن كلاعب، لكن كله دلوقتي بقى بيطلع يحلل. بيقول لك ايه؟ والله معلق قال لي بستنى لعيبه النادي الاهلي تقع علشان اقول ضربه جزاء. طب والمعلق هو اللي هيقول ضربه جزاء؟ هو المعلق هو اللي هيحتسب ضربه جزاء يا ديودار؟ دي حاجه. ثم ان اللي قال كده رضا عبد العال عن الزمالك لما قال لحكم بيتلاقيه بيزعق وقال لي تعالى خش من نفسك خد لك ضربه وهو بيلعب في الزمالك يا ديودار. معلق قال لي بستنى لعيبه عشان اقول ضربه جزاء، ضربه جزاء، هو المعلق هو اللي هيحسبها؟ ما تجيبوا ناس عاقله يا عم تتكلم على الشاشات يا عم، هو اي كلام وخلاص. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.